حفاظا على الأمن والاقتصاد الوطني والصحة العمومية ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين توتة من الإطاحة بشبكة تهريب دولية للمخدرات والأقراص المهلوسة وقطع غيار شاحنات على أعلى درجة من الخطورة، وتوقيف 3 أشخاص، وهذا بعد تحقيقات معمقة وترصد نشاط الشبكة عبر عدة ولايات عن طريق إجراء تمديد اختصاص وتفتيش محلات ومساكن المشتبه فيهم، حيث أسفرت العملية عن حجز 17 صفيحة مخدرات بوزن 1.620 كيلوغرام، 38980 كبسولة بريغابالين 300 ميليغرام، مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يقدر ب 256 مليون سنتيم، 13 مركبة مختلفة منها سيارات سياحية ونفعية وشاحنات، هواتف نقالة وآلة عد النقود وميزان إلكتروني يستعمل في تجارة المخدرات. سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة فور استكمال إجراءات التحقيق.